برعاية الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة، أقامت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية وبالتعاون مع المشروع الإقليمي لحماية الطيور الحوامة المهاجرة اليوم ندوة خاصة لهجرة الطيور في محافظة اللاذقية. انضمت سوريا للعديد من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الطيور المهاجرة واتفاقية الدولية لحماية البرية المهاجرة. في كل سنة تقوم كافة الدول المنضمة لهذه الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التنوع الحي باحتفاليات مختلفة، منها ما يعنى بالطيور المهاجرة ومنها ما يعنى باليوم العالمي للتنوع الحيوي. مع العلم أن سوريا تعتبر من أهم المعابر الأساسية للطيور المهاجرة ربيعا وخريفا. المجلس العالمي للطيور يدعم احتفالية اليوم العالمي للطيور المهاجرة في اللاذقية هذا اليوم، وذلك لدعم ممارسات معينة توصل إليها الخبراء في مجالين أساسيين في سوريا يتداخل بينهما نشاط هذه القطاعات مع الطيور المهاجرة. القطاعين بشكل أساسي هما قطاعين الصيد والزراعة. وتضمنت الندوة التعريف بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور المهاجرة وأهمية مناطق عنق الزجاجة المسار السوري للطيور المهاجرة وتأثير قطاعي الزراعة والصيد على الطيور المهاجرة. حول حماية الطيور البرية المهاجرة تعتبر ذات أهمية خاصة وأن سوريا هي دولة مسار لهذه الطيور المهاجرة، وسبق وأن صدرت تشريعات كثيرة من أجل حماية هذه الطيور من أجل الاستفادة منها مستقبلا أيضا. وهذه المناسبة تؤكد على أن سوريا دائما كانت محط أنظار الجميع ومسار اهتمام. وجودنا هون هو من شان إلقاء الضوء على مجموعة من التشريعات الخاصة بحماية الطيور هون بسوريا، والتركيز بشكل كبير على منطقة عنق الزجاجة اللي هو أهم مكان بتكون موجودة فيه الطيور بتنطلق من سوريا من عندنا من هون. الأدوار اللي بقوم فيها أنا إظهار دور وزارة البيئة الحقيقي بالحقيقة، وما تمارسها أيضا السيدة وزيرة البيئة من حضور مباشر للفعاليات والأنشطة البيئية في القطر العربي السوري. وتخللت هذه المحاضرات مناقشة عامة وتوصيات حول أهمية التعاون والتشبيك بين الأطراف والوزارات في هذا المجال. تعمل الوزارة على وضع المسودة النهائية لموضوع منع الصيد، وهلأ هو حاليا يعني بيطور الإقرار، وحنعرض هلأ نحن هون بالمحاضرة شو حنقدر يعني شو هي النقاط الأساسية اللي اتعرض لها قانون الصيد الجديد اللي مزمع صدوره، وشو هي نقاط القوة بهذا القانون التي سوف تجعل من هذا القانون أداة فاعلة لحماية الحياة البرية والصيد بشكل عام في الجمهورية العربية السورية. مجموعة من الأحياء اللي هي ضمن التنوع البيولوجي اللي ما كتير ملقى الضوء الصراحة عليها عنا باللاذقية بشكل خاص، وخاصة الطيور المهاجرة اللي ما بتبقى عنا بس وبتهاجر لمناطق تانية، فرح يحكوا اليوم عن المسارات البيئية بالنسبة لأهم الأنواع. وقد شارك في الندوة ممثلون عن وزارتي البيئة والزراعة ومديرية الحراج والجمعيات الأهلية البيئية ومديريات البيئة وفروع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس.